الأمنية إن تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمناصر ولاية بازا من توقيف مركبة بها 10560 من مدى الشمة، هذا وقد تم تحرير محضر ضد صاحب المحجوزات بجنحة الممارسة التجارية التدليسية وإلزامية وسم المنتوج وانعدام الفوترة وممارسة تجارة خارجية عن موضوع السجل التجاري. في إطار مهامها المتعلقة بالشرطة الاقتصادية في إقليم اختصاصها، قامت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمناصر من توقيف مركبة تجارية وبعد تفتيشها على أساس شبهة، حيث تبين أن احتوائها على كمية من مادة التبغ تقدر ب 10560 كيس. تحقيق في القضية وتحرير محضر ضد صاحب المحجوزات الذي تضمن جنحة الممارسة التجارية التدليسية، جنحة إلزامية واسم المنتوج منتوج مجهول المصدر، انعدام الفوترة وممارسة التجارة خارج عن موضوع السجل التجاري وبيع المواد التبغية بالجملة. تم تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة.